لم يتبقى الكثير على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على أسماء الفائزين في انتخابات تشرين المبكرة، والمواطنون يترقبون تشكيل التحالفات التي على أساسها ستنبثق الحكومة الجديدة، مطالبين القوى السياسية بأن تبنى التحالفات على أساس خدمة المواطن لا مصلحة الأحزاب. احنا نترقب منعتهم إن شاء الله الابتعاد عن المحاصصة، الابتعاد عن التوافقات، أن يشكلون كتلتين، واحدة تتحمل مسؤولية النهوض بالبلد بحكومة قوية قادرة على إعادة إلى دورة طبيعي ومكانته اللي تتلائم ويا ماضي وحاضرة ومستقبل إن شاء الله الأفضل الواعد. نتمنى أن تكون هذه التحالفات تحالفات تصف في مصلحة المواطن ولا تصف في مصلحة الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية. المواطن العراقي الآن يسأم يضجر من هذه الحكومات، نتمنى من الحكومة القادمة أن حكومة تختلف. إن أرادت القوى السياسية خدمة المجتمع بصورة صحيحة وفعلية فعليها التوجه صوب الإسراع في تشكيل الكتلة الأكبر واختيار التشكيلة الوزارية للحكومة المقبلة، فأي تأخير من شأنه أن يعطل الإصلاح في البلد. يكون هناك سرعة تشكيل حكومة أهم شيء، من يصير تسريع تشكيل حكومة راح تنتهي هواي مشاكل ونخلص من هواي مشاكل. هسه احنا هاي أهم مشكلة، موضوع الانتخابات انتهى، العدل الفرز انتهى، الآلية كلها انتهت، بقى فقط تشكيل حكومة وتكتلات. التكتلات يجب أن تكون على أساس وطني ومصلحة الشعب في المرتبة الأولى. أرجوكم شكل الكتلة السياسية الأكبر وشكل الحكومة حتى يرتاح المواطن، ملينا تعبنا جوع وفقر وهم. انتخابات ناجحة وحراك ديمقراطي صحيح بني على أساس اختيار المواطن دون ضغوط سياسية، فالمرحلة الأولى لم يتبقى عليها الكثير وما تبقى هو الأهم، فالتحالفات السياسية في طريقها إلى التوافق، ما إن غلبت مصلحة المواطن على المصلحة الحزبية. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.